مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من برنامج موضوع مهم. النهارده موضوعنا هو عن النانو تكنولوجي. هنعرف ايه هو معنى كلمه نانو تكنولوجي، وايه هي استخداماته، وايه هو اصلا النانو تكنولوجي. هنعرف كل ده واكتر. خلوني الاول نرحب بزميلتي اسماء. اهلا بيكي اسماء. اهلا بيك يا يوسف، واهلا بكل اللي بيشوفونا النهارده. خلينا الاول نقول ان النانو تكنولوجي ده علم بيهتم بدراسه معالجه المواد بالاستعمال الجزيئي والذري. خلينا نقول الاول بدات فكره النانو اصلا سنه 1959 قبل ما يطلع اصلا مصطلح النانو. خلينا نقول ان العالم الفيزيائي الامريكي ريتشارد فايمن هو الحاصل على جائزه نوبل في الفيزياء، كان هو اول من نتكلم عن التحكم في الذرات والجزيئات. لكن في الوقت ده ما كانش فيه جهاز نقدر ان احنا نشوف فيه الجسيمات الدقيقة عشان نقدر ان احنا نتوصل لفكرة النانو. في سنة 1981 قام العالمين الالماني جورد بينين والسويسري هنريك روهرا قاموا باختراع جهاز المسح النفقي. الجهاز ده بيكبر الصورة 100 مليون مرة. ده من هنا بدأت ان احنا فكرة النانو تنتشر، وكانت اول ظهور ليها. بس خلينا نقول برضو ان فكرة النانو كانت موجودة وبنستخدمها في حياتنا من غير ما نكون عارفين. زي مثلا في العصور الوسطى في اوروبا النوافذ هناك كانت مليئة بالذهب، وبيستخدموا فيها الذهب والفضة في الصناعة. الوقت ده كانوا بيستخدموها من كون هم عارفين اصلا ان ده اسمه نانو. كانت بتدي الوان مختلفة جدا ومبهجة. وكمان خلونا نعرف معنى كلمة النانو. كلمة نانو هي كلمة من أصول إغريقية من كلمة نانوس، وهي معناها كل شيء حجمه صغير. وكمان النانو بيتقاس بالمتر، هو واحد من بليون من المتر. خلينا بقى نخش في استخدامات النانو تكنولوجي. خلينا مثلا نشوف إسهامات النانو تكنولوجي في الطب. في مجال البصريات بيستخدم في تصحيح نظر العين في العمليات اللي هي الليزك يعتبر، وكمان بيستخدم في النظارات، بيبقى فيه طبقة على النظارات بتحميها من الجروح ومن الخطوش. خلينا برضو نقول ان في مجموعة من العلماء توصلوا لحل لمرض السرطان عن طريق جزيئات الذهب اللي بتدخل في جسم الانسان. الجزيئات دي بتدخل وبتتكون حول الورم، وبعد كده بيسلطوا عليها أشعة تحت حمراء. الأشعة تحت الحمراء دي بتحرق الذهب، وفي نفس الوقت بتقضي على الورم من غير ما تكون في أي ضرر للأنسجة السليمة الموجودة في الجسم. وكمان بيستخدم النانو تكنولوجي في الأغذية، يعني هو بيساهم في انه بيصنع أغذية آمنة وصحية، ومش كده وبس، كمان بيساهم في انه بيكتشف البكتيريا باستخدام المستشعرات الحيوية. وده بيساعد ان احنا يعني النانو تكنولوجي بيساعد ان بيخلي الغذاء آمن وصحي. خلينا برضو ناخد نقطة مهمة جدا، وهي صناعة الأقمشة بدون تجعيد. محدش سأل فينا ليه القماش ده ما بيتجعدش. ببساطة شديدة جدا ان هما بيشيلوا المادة الاساسية الموجودة في الملابس وبيحطوا مادة تانية. المواد دي بتختلف فيها من خصائصها والذرات بتاعتها. ده بتدينا ان هي ما بتتجعدش، وفي نفس الوقت ما بتتشربش سوائل. يعني انت لو رميت عليها اي مادة تانية ما عمرها ما تشرب السوائل بتاعتها. وكمان النانو تكنولوجي بيساهم في الفضاء بشكل كبير. يعني في بعض العلماء بيقولوا ان النانو تكنولوجي هيمثل المواد الاخف والاقوى لصنع الطائرات الفضائية، يعني وهي كمان هيفيد قوة هائلة جدا منها، وهيخلي الوزن الطيارة يقل للنص بدون محرك. خلينا برضو نحط نقطة معينة، ان احنا دلوقتي شايفين في سوائل بتعمل طبقة عزلة. لمثلا لو انت عندك كوتشي او عندك ملابس عاوز تحافظ عليها من الاتربة والاوساخ. في بيج انا لسه شايفاها من فترة قريبة كانت منزلة منتج اسمه توتيلا. المنتج ده بيبقى فيه مكوناته النانو. المنتج ده بيعمل طبقة عزلة للحماية في اي كوتشي او اي اسطح او اي سجاد. ده بيحمي جدا، وده برضو خلينا نقول ان هو دلوقتي امن جدا جدا ان احنا نستخدمه. بالظبط. وكمان بيساهم بقى في حاجه يعتبر من اهم الحاجات اللي بيساهم فيها النانو تكنولوجي، وهي اعاده تدوير المياه الملوثه من الصرف الصحي او من الانهار او من المياه الجوفيه. ده طبعا بيوفر مياه كتير جدا، وكمان بيستخدم في الزراعه. يعني بعد ما بتعمل اعاده تدوير للمياه من طبعا الصرف الصحي وكده، هو بيساهم في الحاجات دي بشكل كبير جدا، واعتبر دي من اهم الحاجه عشان بيوفر مياه كتير. برضه شركة سامسونج دلوقتي بتصنع غسالات بجزيئات الفضة النووية. دي ما بتحتاجش مية سخنة ولا حتى بتحتاج ان انت تحط مبيض عشان اللبس يطلع حلو جدا. لا، هم عملوا الجزيئات بتاعت الفضة دي بتخلي الموضوع بيوفر في الطاقة شوية ويوفر برضه في المية. برضه دلوقتي بقت بتصنع ثلاجات وتكييفات بفلاتر بتعتمد على الفضة النووية. خلينا نقول برضه ان في شركات تانية بتعمل علب لتخزين الأغذية من النانو. العلب دي اثبتت ان هي بتحتفظ بالغذاء لفترة كبيرة جدا من غير ما يكون فيها عفن، بخلاف طبعا العلب التانية. خلينا بقى بعد ما عرفنا ايه هي استخداماته في الحياة اليومية، خلينا بقى ناخد من وجهة نظر تانية.
وهو النانو بس في الحرب. طبعا احنا عارفين ان النانو تكنولوجي بيستخدم في انه بيصنع بيه اسلحه نوويه، وان في دول بتستخدمه في وقت الحرب، زي مثلا القنابل النوويه. طبعا دي ممكن تؤدي لدمار شامل، القنابل النوويه دي. ففي دول طبعا كتير جدا بتستخدم يعني الطاقه النوويه في صناعه القنابل النوويه. يعني برضو خلينا نقول ان الطاقه النوويه دلوقتي بتستخدم في مساهمه في تحويل الضوء الحراري عن طريق ان احنا بنستغل الهياكل النوويه دي في حزم الطاقه ذات الثقوب. وخلينا نقول برضو ان الطاقه النوويه دلوقتي تعتبر طاقه صديقه للبيئه، بخلاف باقي انواع الطاقات التانيه. في طاقات تانيه بتودي مشاكل كارثيه للبيئه، وده اللي بيخلينا ان احنا نستخدم ونسلط الضوء على الطاقه النوويه بحيث ان هي مش هتضر قوي الكوكب بتاعنا. بالظبط. كمان خلينا نتكلم بقى شويه عن استخداماته اليوميه. انت لسه دلوقتي بتقولي ان في اسبراي صح؟ بينزل السوق وكده. طبعا هو بيستخدم للملابس صح؟ وللكاوتشات صح؟ يعني مثلا ممكن الاسبراي ده يترش طبعا بكميه معينه على الكوتش، مثلا ما يتوسخش بالاتربه، ما يتاثرش بالعوامل الخارجيه نهائي. فيعني ده هو الدول، يعني المفروض في دول هو دلوقتي التصنيع، دلوقتي اللي انا اعرفه ان التصنيع موجود في مصر ويقدر ان اي حد يتداوله عادي جدا، وكمان السعر بتاعه مش غالي، يعني هو تقريبا حوالي 300 جنيه 300 ملي. فده لو اي حد عاوز ان هو اصلا يجرب الموضوع او يشوف هل التقنيه دي فعلا بتعمل كده ولا لا، انت ممكن تروح تجربه بسهوله جدا عشان حتى تقتنع بفكره ان النانو دلوقتي بقى انت عادي بتسمع كلمه نانو ما بتتخضش، على عكس زمان. الاول كنا بنسمع كلمه نانو دي لا ده في دمار، في حروب. فلا احنا دلوقتي بنتداوله عادي جدا وببساطه شديده جدا. فانتوا تقدروا برضو لو انتوا حابين ان انتوا تجربوا تقدروا تشوفوا حاجه زي كده. خلينا برضو نوجه الضوء شويه على تصنيع النانو في السرطان. تمام. في بيبقى جلطات دمويه، بيستخدم على فكره في الجلطات الدمويه في الطب في الاول خالص اتكلمنا عنه، بيستخدم في الجلطات الدمويه، يعني بيستخدم برضك في الطب بشكل كبير جدا، واعتبر برضك زي يعني مهم جدا برضو ان احنا نستخدمه في الطب. بيبقى في برضو بعض الدول بتستخدمه في الجلطات الدمويه زي ما بقول لك كده، في الجلطات الدمويه بجهاز معين. يعني برضو خلينا نوضح ان الطاقه النوويه دلوقتي بتستخدم في الميه، زي ميه مثلا ميه الصرف الصحي والانهار الجوفيه. دلوقتي في تقنيه معينه بيعملوها بحيث ان احنا نقلل الفاقد من الميه ده ونستخدمه في الزراعه. النانو تكنولوجي ليه يد كبيره جدا في الموضوع ده. خلينا برضو نسلط الضوء ان الميه مصدر حياتنا كلنا، فاحنا لو ما توصلناش ان احنا كل الميه المهدوره دي ان احنا نكررها تاني ونعيد استخدامها بطريقه كويسه وتصلح ان انا مثلا استخدمها للزراعه او كده، ده شيء كويس جدا للطاقه النوويه لحد الان. طيب خلينا برضو نشوف البكتيريا اللي في الطعام. طبعا في جهاز بالمستشعرات الحيويه، ان ده بيبقى بالنانو بيكتشف البكتيريا اللي في الطعام وفي المايه وفي كل حاجه، وده طبعا بيساعد بشكل كبير جدا ان احنا نصنع يعني كل حاجه صحيه وامنه وتبقى متوفر لنا في اي وقت. هو انا عايزه اقول لك ان النانو فعلا في اسهاماته كبيره جدا بالزبط. والطب بالذات اسهاماته بطريقه مش محدش فعلا يقدر يتخيلها، لانه حتى دلوقتي بقى دخل في العظام، تكسير العظام والكلام ده، بقى في زي ذرات بتدخل جوه جسم الانسان بتعيد هيكل العظام الموجوده. عندك مثلا العمليات بتاعه العمود الفقري والكلام ده كله، الحاجات دي بقى بيدخل في تصنيعها في مواد بندخلها جوه الجسم بتعمل على هيكله العظام دي كلها. دلوقتي الدكاتره بيستخدموه بصوره امنه جدا. انا مش متاكده قوي اذا كنا فعلا حاليا في عمليات في مصر بتتعمل بالطريقه دي ولا لا، بس هي فعلا موجوده ودراستها موجوده جدا، وكل الناس دلوقتي بقى ان هي عايزه تجرب الموضوع ده عشان طبعا مشاكل العظام مشاكل أيوة كبيره جدا كبيره جدا. ده طبعا يبقى شيء مفيد جدا لو حصلت يعني هنا في مصر مثلا، احنا ما نعرفش طبعا، بس لو يعني لو دي تبقى نقله كبيره جدا للبشريه بالابحاث بتاعتها بكده. بس هي في دراسات مؤكده بتقول ان اصلا الطاقه النوويه دلوقتي هتبقى في كل حاجه في حياتنا. احنا دلوقتي يعني في من فتره قريبه جدا عرفت ان الطاقه الشمسيه هتبقى خلاص هتبقى هي المصدر لينا. في اصلا بلاد تانية ما بيدخلهاش شمس كتيره، هم بيستخدموا الطاقه الشمسيه بس، فده برضو بيدخل في اللوحات بتاعه الطاقه الشمسيه نفسها بتدخل فيها. طب يا جماعه خلصت النهارده فقرتنا، استنونا فقره جديده مع زمايلنا ابتسام ورانيا.
مساء الخير على كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في فقره جديده من فقرات برنامج موضوع مهم. المانجر او المدير، يا ترى لما سمعت الكلمه دي دلوقتي ايه اول حاجه جت في بالك؟ اكيد معظم اللي بيشوفونا حاليا في منهم موظفين، في منهم ليهم رؤساء او ليهم مدراء. طيب يا ترى لما سمعت الكلمه دي ايه اول حاجه حسيتها؟ هل فرحت؟ هل اتضايقت؟ هل افتكرت موقف معين زعلك؟ واكيد برضو في من اللي بيشوفونا حاليا شخص هو نفسه مدير. طب يا ترى لما سمعت المسمى الوظيفي بتاعك ايه اول حاجه جت في بالك او ايه اللي حسيته عن نفسك؟ النهارده موضوعنا بيتكلم عن عقده البوزيشن، هنتكلم ونناقش الموضوع ده. بس خلوني في البدايه ارحب بزميلتي ابتسام. مساء الخير عليك يا ابتسام. مساء الخير عليك يا رانيا، مساء الخير على كل اللي بيتابعونا. لو انت شخص مهيئ للترقيه في مجال عملك، او انت بالفعل اترقيت وبقيت في المنصب الاداري او البوزيشن اللي انت بتحلم بيه طول عمرك، لازم تعرف انك هتكون على كرسي مسؤولية. الكرسي ده مش بس للبوزيشن ولا للمنصب الوظيفي قد ما هو كرسي مسؤولية، لانك بالفعل هتكون مسؤول عن فريق عمل. فريق العمل ده ما هو الا بشر، فريق العمل مكون من شخصيات مختلفة متعددة ومتلونة، مختلفين حتى في كفاءتهم وقدراتهم على العمل. فلازم حضرتك كمدير او كمسؤول في مكانك او قائد، لازم يكون عندك اتزان انفعالي، متصالح مع نفسك، دارس او قارئ في اعداد القادة، تقدر تتحكم امتى في عصبيتك او في غضبك علشان توصل مع فريقك للنجاح اللي الكل بيتمناه او اللي انت بتتمناه في حياتك. خلينا نقول ان معنى كلمة مدير اصلا هو عبارة عن ان انت شخص مسؤول عن مجموعة، سواء المجموعة دي فرد او اكتر من فرد، هو انتوا بتشتغلوا مع بعض. هو انت مش حد بيقود حد لمجرد ان انت ده منصب وظيفي زياده او حاجه بتليد حد تحتيك، لا، هو انتوا تيم مع بعض بيشتغل علشان توصلوا لنجاح المؤسسه اللي بتشتغلوا فيها. المؤسسه دي ممكن تكون مطعم، شركه، ورشه، اي حاجه، في اي شيء، في مكان عمل، في شخص بيقود المكان ده وفي تحته موظفين بيشتغلوا تحت ايده بيساعدوه علشان ينجحوا المكان ده. مش هو قائد بالنسبه لهم ان هو عشان يبقى متسلط، علشان يدي اوامر، علشان بس هو بيشتغل مجرد ان هو بيدي اوامر للي تحتيه وهم بينفذوا خلاص. لا، انت المفروض ان انت بتساعد وبتشتغل بايدك وبتعمل المطلوب منك، لان انتوا بتؤدوا لنجاح المؤسسه دي كلها مع بعض. خلينا نقول ان للاسف في مجتمعنا العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص، احنا مفهوم المدير عندنا مفهوم خطأ جدا جدا جدا، والمدراء بيتعاملوا وبيستخدموا المنصب بشكل سيء للأسف. خلينا نقول معظمهم عشان ما نعممش، ولكن معظم المدراء في مصر او في الوطن العربي عموما بيستخدموا المنصب ده استخدام سيء جدا وبيستغلوه أسوأ استغلال. بالمناسبة هحكي لك على قصة لطيفة كده كنت قرأتها على الميديا، بتتكلم على المدير لما يبقى واعي وفاهم ومهتم قوي بالتفاصيل. شركة من أكبر شركات السيارات في العالم جالها شكوى من أحد العملاء كاتب فيها العربية اللي أنا اشتريتها منكو عندها حساسية من آيس كريم الفانيليا. زي ما حضراتكم سمعتوا كده. طب إيه علاقة آيس كريم الفانيليا حضرتك بالسيارة اللي اشتريتها مننا؟ لو المدير ده استحلف الشكوى وقطع الورقة وقال ده أكيد عميل جاي بيهزر وبيشتغلنا، ما كانش وصل للي هو وصل له دلوقتي. اللي حصل ان العميل كتب في الشكوى انه متعود كل يوم بالليل ياخد العربية اللي اشتريها منهم ياكل ايس كريم فانيليا. لما بيجيب ايس كريم الفانيليا العربية بتعطل ومش بتدور. لما بيجيب اي نكهة ايس كريم تاني، شوكولاتة بقى او فراولة او واتيفر، العربية بتدور عادي. المدير اهتم جدا بالشكوى وبعت مهندس يفحص حالة العربية. المهندس خرج معاه بالليل عشان يشتروا الايس كريم، اخدوه على قد عقله يعني، اشتروا ايس كريم الفانيليا، فعلا العربيه ما دارتش. اي ايس كريم تاني العربيه دارت. معقول؟ الحين المهندس كان هيتجنن، اصابه الذهول. وفي ايه؟ بدا يكتب ملاحظاته، لقى ان ايس كريم الفانيليا ده طلب شعبي ومتداول وموجود وملفوف كده يعني جاهز، بيروحوا ياخدوه في دقيقه واحده ويروحوا، فبيبقى لسه المحرك او الموتور العربيه سخن، فبيحصل فيه عطل معين كده العربية ما بتدورش. لما بيروح يشتروا اي نوع ايس كريم تاني بياخدوا وقت ربع ساعة نص ساعة، على ما بيروح العربية بتكون بردت وبتشتغل تمام. المهندس فضل ورا العيب لحد ما صلحه، كسب ثقة العميل، والمدير كسب ثقة الموظفين والعملاء. وكتب من وقتها نصيحة على باب الشركة، المدير كتب يافطة
اهتم دوما بالتفاصيل لان فيها كل شيء. الشكوى تبين في مضمونها هايفة وتضحك، ولكن سمعها وقراها مدير فاهم وواعي وقاري وبيهتم بالتفاصيل وبيهتم بفريق عمله وبيهتم بشغله، مش بس باصص للبوزيشن والمنصب الوظيفي على قد ما باصص لشغله. يعني خليني اقول ان الموقف حاليا ده بيقول ان من ايس كريم او نوع ايس كريم معين اكتشف ان فيه عطل او فيه مشكله في المحرك بتاع العربيه. يعني تخيلوا ان الحاجات فعلا بسيطه وصغيره بس بتقودنا او بتاخدنا لحاجه اكبر، بنكتشف مشاكل اكتر لو اهتمينا بالتفاصيل الصغيره بتاعه الموظفين اللي عندنا او العملاء او ايا كان. خلوني اتكلم عن عقده البوزيشن. عقده البوزيشن دي بقت مرض موجود حاليا في المجتمع المصري بشكل كبير جدا. اساس عقده البوزيشن ده هو انعدام الثقه. خلينا نقول ان مفيش مدير متسلط وبيدي اوامر وبيعمل مشاكل وبيتخانق وبيعنف الموظفين اللي تحت ايده الا علشان هي ثقته قليله او تكاد تكون معدومه. واعراضه طبعا بقى الصوت العالي، الزعيق، المشاكل، تصيد الاخطاء. يعني انا ممكن كمدير مثلا يبقى في خطا تافه جدا جدا ولكن افضل اعلق عليه واتكلم فيه وخلاص انت عامل جريمه، انت ليه؟ انا عاوز اوصل له ان انا اعلى منك، انا بتحكم فيك، انا بدي اوامر، انا ليا صوت عالي، انا في اي وقت اقدر ان انا ازعق لك واقدر ان انا اهينك واقدر ان انا القي اوامر عليك وانت مجبر ان انت تنفذها. برضو معظم المدراء في مصر انت بتشتغل، وخصوصا خلينا نقول ان خصوصا القطاع الخاص طبعا، انا من حقي ان انا اقعدك فوق الوقت بتاعك، في شغل لازم يخلص فانت مجبر ان انت تقعد تخلصه، وانا المدير فانت لازم تسمع كلامي، ولو ما سمعتش هيبقى في خصم او هيبقى في رد فعل يضايق. عموما فعلا يا رانيا، عارفه يا رانيا، زي ما في نماذج من المدراء او القائد عموما في مكانه وتحت منه فريق عمل، زي ما في النوع ده اللي يعني البوزيشن مسيطر عليه قوي والمنصب بتاعه مسيطر عليه، زي ما في كمان انا بعتبرهم نماذج عبقريه اللي يقدروا انهم يتخطوا المرحله دي، يتصالحوا مع نفسهم اوريدي، هم بيبقى عندهم ثقه في النفس، بيتعاملوا مع فريق عملهم على انهم بشر مش مجرد الات. انا مثلا مديرتي في الشغل اتولت المنصب بتاعها وهي كانت صغيره في السن، هي لازالت صغيره برضو ولكن هي كانت بتقود ناس اكبر منها سنا، فحقيقه الموضوع ده بيعمل مشكله. ما شاء الله يعني بعد السنين دي وبعد تعاملي معاها انا كانت بتقابلها بعض الاحداث صعبه قوي، يعني انا لو مكانها كنت بقولها انا هنهار بصراحه، لو مكانك هنهار، يعني في حاجات بتتعب الاعصاب وحاجات بتتعاملي مع العملاء كل يوم وممكن تقابلي مشاكل وعقبات في حياتك، لو انت مش شخص فعلا عندك ثقه في نفسك وعندك الجداره للمكان ده مش هتقدري تتعاملي. فكنت دايما بسالها انت ازاي بتقدري تتعاملي مع الموضوع ده، فدايما تقول لي انا الموضوع اولا اول ما بدات اني ابقى مديره بدات اقرا في اعداد القاده وادرس في علم النفس علشان اقدر اتعامل مع البشر اللي معايا، انا بتعامل في الاول والاخر مع بشر، فريق عملي دول بشر. خلينا نقول و يا رورو كمان كانت بتقولنا يعني قدرت تتخطى الموضوع ده بالخبره وبالكفاءه، يعني مش اي حد برضه يكون في المكان دي بالظبط. خلينا نقول ان الموظفين هم كمان ليهم يد في المشكله بتاعه عقده البوزيشن او تعامل المدراء عموما مع موظفيهم. الموظفين حاليا بيركزوا اكتر على العائد المادي، ما بيركزوش قوي على التقدير المعنوي دايما. هو طبعا طبيعه الحال المصري او الاقتصاد عموما بيؤدي للحته دي، بس خلينا نقول ان انا كشخص مثلا عندي فكره معينه او عايز انمي الشركه بشكل معين، انا باصص انا هيبقى المردود المادي اللي في الموضوع ده هيكون ايه، ما بدورش على التقدير المعنوي، ما بدورش على ان مديري ده يا ترى هيكرمني، يا ترى هيديني وضعي، يا ترى هيحسسني بقيمتي. فبالتالي المدراء نفسهم بيعتمدوا ان لا، هو الموظف مش محتاج ان هو يسمع كلام كويس او يسمع ان انا بشجعه او ان انا بقدر مجهوده، لا هو محتاج انه ياخد فلوس، فبالتالي الكلام الكويس او الكلام الحلو ده ما بقاش مهم. خليني اقول ان بمناسبه مديرتك اكيد برضو الموظفين اللي تحت ايديها اكيد ساعدوها كويس جدا ان هي
تبقى قادرة تليد المكان أو المنصب اللي هي فيه، لأن أنت بتقولي أن الموظفين ممكن يكونوا أكبر منها في السن، ففي موضوع نفسنا شوية في حتة أن أنا اللي تحت إيدي كبيرة وأنا صغيرة، فبالتالي يبقى في نفسنا شوية ما بيننا. فخلينا أقول أن هي أكيد برضو لو نجحت فهي نجحت بسبب الموظفين اللي تحت ايديها. الحقيقه ده كان في اول ما تولت منصبها، لكن دلوقتي يعني هم فريق العمل اصغر منها سنا. بس يعني ما نحسش ابدا بفرق السن ده، لان هي عامله جو كده من البهجه في المكان، عندها حس انساني، وده يمكن بيفتقره بعض المدراء، ان يكون عندك حس انساني تقدر تدعم موظفينك، تقف جنبهم لو عندهم مشكله، تهيئ لهم ظروف العمل، علشان كلنا في الاخر في دايره واحده. أكيد لو طبعا. فريق العمل نجح اوريدي ده هينعكس على المدير او القائد. بالظبط. فهو انا عاوز اعرف هو ليه التناقض، ليه دايما انت كمدير شايف ان لا انا لو عندي فكره الفكره بتاعتي هي اللي كويسه وهي اللي تنفع وهي اللي تنجح، ولو موظف عندي قال فكره معينه انا بالنسبه لي رافضها رفض تام لمجرد ان انا مش عايزه اوصل له احساس ان انت كلامك صح او انت افكارك صح او انت بتفهم او انت بتعرف تتكلم او انت حابب ان انت تنجح المكان ده، رغم ان يا جماعه والله القائد واللي بيشتغلوا تحت ايده ومن اصغر عامل في اي مكان لاكبر عامل فيه، المكان ده مش هينجح غير بالتعاون المشترك ما بين الكل. إيه انا مش هنجح من غير مديري، مديري مش هينجح من غير شغلي، هي شكل هرمي، هي قاعده متكامله، مفيش حد بينجح من غير التاني. اكيد نظرتك للاحداث بتختلف لما تكون بتمتلك علم وكفاءة ومقدرة على العمل في جو ممكن يكون فيه ضغوطات كتيرة جدا. وزي ما في قلنا ان في مدراء او قادة في مكانهم عندهم عقدة البوزيشن والمنصب الاداري مسيطر عليهم وعلى شخصيتهم ومنشين طول الوقت وبيدوا في اوامر، زي ما في برضو النماذج مشرفة كتير في المجال ده وبيوصلوا مع فريق عملهم لنجاح ساحق بالمعاملة الإنسانية والحس الإنساني مراعاة ظروف الآخرين. بالظبط يا ابتسام، في نهاية حلقتنا حابين بس نقول إن يا ريت كل الناس تتعامل بتعاون مع بعضها، يا ريت نقدر ننجح المكان العمل ده بالتعاون المشترك، بإن أنا أسمع للموظفين اللي تحت إيدي، ألبي رغباتهم، أشوف احتياجاتهم، أشوف متطلباتهم، أسمع أفكارهم، وبالتالي يبقى في مشاورة ويبقى في حوار ما بيني وما بين أي موظف حتى لو عامل صغير تحت إيدي. مفيش شك ان كل نجاح وراه فريق عمل ناجح، وورا كل فريق عمل ناجح قائد ناجح. خلصت حلقتنا، نشوفكم الحلقه الجايه يوم الاربعاء ان شاء الله، وحلقه جديده من برنامج موضوع مهم. الى اللقاء.